ممكن نظام الاودو، وده من ضمن انظمه الاي ار بي، مفتوحه المصدر الاونلاين، ان انا اجي هنا اكتب دوتس ويبقى عندي نوتس اكتر من حاجه. يعني ممكن اضيف حاجه هنا مثلا جديده خاصه مثلا بالديزاين، وهنا بقى اقول مثلا عندي هنا ملحوظه معينه مثلا جو تو ماركت ات، تمام. ومثلا لما تخلص ديت ممكن تروح عملها سيلكت وتنقلها، تدخل هنا في تكتب التفاصيل بتاعتها، تحط نوتس، تحط الديزاين، تبدأ تخصصها شوية، تعمل لها سكادول معين، تمام. اقول له سيف، تقدر تنقلها من هنا لهنا، من هنا لهنا، يعني تقدر تنقلها للمكان اللي انت عايزه، او زي ما شفنا من شوية تقدر تقول له ده دي هتبقى في تبع انهي جزء. ممكن تبعتها في رسالة، تشوف مثلا عايز تبعتها لمين وتبعت سند، وممكن تحط فيها اتشمنت، تحط فيها علامات سخرية مثلا او علامات ضحك، تقول له ابعت.